نحن الآن أمام تكتيك المتهم، كينتج واحد تكتيك معين. في الجلسة السابقة حضر والتمس المغادرة الانسحاب، في هذه الجلسة تنبه قال ودي المشرع في المادة 324 تيقول إذا رفض المتهم الحضور المتهم وصل اليوم وصل المحكمة الجيول ورفض الصعود للمحكمة. المحكمة التمسنا منها الأمر بإحضار المتهم، المحكمة اتخذت واحد القرار اللي هو أن المحكمة نظرته عن طريق عول القوى العمومية بأنه إذا لم يحضر ستوصل المناقشات. احنا خدينا واحد خدينا الكلمة من بعد ووضحنا للمحكمة، شخصيا أنا مجموعة الزملاء وضحنا للمحكمة أن عندنا ملتمس ثاني هو الأمر بإحضاره بواسطة القوى العمومية وأن لا تكون له مكلة الحضور مع عدم الحضور. الأمر بإحضاره بالقوى العمومية. والنقطة الثانية التي أضفناها هو أن يتم إنذاره إما بواسطة القوى العمومية، نلتمس أن يتم إنذاره من أحد أعضاء الهيئة، أن يتم إنذاره بواسطة أحد القضاة على أساس أن يوجه إنذار صريح. إذا لم تحضر هذه الجلسة فإن ذلك يعتبر منك تخليا عن حضور جميع الجلسات. يعني القاعدة اللي تبينها في شرح المادة هو عدم تبعيد الجلسات، ماشي يحضر واحد شوية يمشي ينعس ياخذ لاسيست ويرجع، لا قانون فيش اللعب. لأن المشرع اش كيقول؟ وتواصل المناقشات. عبارة المناقشات كما فسر هذه فاعل الطرف المدني تعني سواء استمرت في هذه الجلسة وانتهت أو لن تستمر واستمرت لجلسات أخرى. يعني أن المتهم إذا كان يريد تفسير مكلة الحضور بإهانة الضحايا وإهانة دفاعهم، هو راه كيقصد ثلاثة الناس، يقصد حجي مسكيني الهيني لا يريد الحضور للمرافعة. قلنا للمحكمة هذا إهانة للضحايا، هذا إهانة للدفاع، لن نقبل به. والنصوص النصوص بمقاصدها، واللي فتى هذه الفتوى عليه راه فتوى غير ناجحة. وقلنا للمحكمة آن الوقت لتطبيق القانون بحذافيره وأن يعامل المتهم بنقيض قصده. إذا كان المتهم عنده الحق في الصمت فليس للمتهم الحق في عدم الحضور. من واجب المحكمة أن تأمر بعدم الحضور، وإذا لم يحضر فتواصل جميع المناقشات في غيبته. كانت هذه الجلسة وجلسة أخرى. يعني قلنا المحكمة ليس من حق المتهم أن يتغيب في جلسات دفاع المطالب بحق المدني في المرافعة وأن يحضر النيابة العامة وأن يحضر الدفاع دياله. المحكمة الآن اختالت المداولة لتقرر هل ستأمر بالحضور بواسطة القوى العمومية عن طريق الإجبار، لأن المحاكمات زجرية من النظام العام والمحاكمات حضورية، وطلبنا من المحكمة احتراما لحقوق الدفاع أن تأمر بالحضور، وإذا لم يحضر وجه الإنذار عن طريق الهيئة. إذا ما حضرش فيعتبر منه تخلي عن جميع حضور جلسات ولا يمكن أن يحضر، لأن قلنا المحكمة هذه رسالة سلبية أن المتهم يبقى بعد الجلسة، جلسة يحضر على خاطره، جلسة ما يحضرش. قلنا المحكمة هذه ماشي محاكمة، هذه اللعب، ومن واجبكم حماية القانون ومعاملته بنقيض قصده وحماية مبدأ الحضورية.